النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بقتال الكفار، بدأ أول ما بدأ بدعوة الكفار إلى الإسلام. يا أوتى صلى الله عليه وسلم كانوا تشاكو داو مارن يوكو تشاكو بينيغو جو مكافيو لكن نو تشاكو كيلوونغو كيتيمونيك داو بندوك داو الإسلام. وإذا لم يقبل الدخول في الإسلام كانوا يبقوا تحت الدولة المسلمة تحت خلافة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاتلهم. Tukane ulungu ito kitamu redo nje kimara Islam Neok neki bali neki daka daka kaka yu Islam Lakini gida kechini mar sharia kana sirkal mar Islam Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Kane khaf ala al-kuffar min al-nam Ya ote sallallahu alayhi wa sallam Nolur note modu arone makafiri ki mondo kiki donje maj Walihada da'ahum ila al-Islam Umane kaka nolungu ki mondo ki donje ya Islam وأمرهم بالدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لهم كل خير. كندو كتوانوني وويجيوني كبنوا دوارني كبير منو كدون جدين مار إسلام ما يكغيود بيرتي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل النساء. يا أوتي صلى الله عليه وسلم نهوك نيجي نتدو. نهى عن قتل النساء. نور داعي منو كي كذا جي نيلو إن وقتل الأولاد. كنا من نيجو نثنى نهوك دوار. والعباد. وكبار السن والمرضى والمجانين نهى عن التخريب عن قطع الأشجار عن الحرب قتل الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس خلقا يا أوتى صلى الله عليه وسلم نين دانو ما بير كنا ما بير مولوجي دوتو أطيب الناس رائحة كأنه حيرو اللي ونمرو شيري كان عليه الصلاة والسلام يكثر التعبد لله سبحانه وتعالى يعني إنه حيرو لا مسانا لا ينتقم لنفسه يعني لا ليس لديه حظ لنفسه دائما يتنازل عن حقوقه لا يطالب بحق من حقوقه en ne ko tingre malo kaka joji matine tingre malo ne ko tingre en dalo dutote nenena kar kenen lakini modo ratiru marji la yanzur ila ad-dunya ne ko do argi dunya gi yufakkir fi ma inda allah subhanahu wa ta'ala enno hero managi magi gi mujezimu